آلة عن آلة تفرق ما بين الآلات الوترية، آلات النفخ وغير هذا الإيقاعات، ولكن ما تسأل شنو الفرق بينهم؟ وهذا دورنا بأساليب موسيقية نجاوب على كل تساؤلاتكم مع أصحاب التخصص. فيصل إسماعيل تميمي، عازف ناي. بداياتي كانت تقريبا أحب الموسيقى وتوحرت فيها على حسب اللي كنا نشوفها بالسبعينات، وانشدت حق آلة الناي بطريقة غير مباشرة. فيصل إسماعيل التميمي من مواليد سنة 1968، تخصص بآلة الناي بعمر 5 سنوات تقريبا، وهذه تعتبر بدايته. ولكن بأول الثمانينات كانت البداية الفعلية بعزفة لآلة الناي. تأثر فيصل بالكثير من الفنانين، منهم الفنان راشد الحملي. ثابر اجتهد وتميز وشارك بالعديد من المهرجانات الخارجية وأيضا المحلية مع الكثير من الفنانين العرب. بداياتي طبعا بعمر 5 سنين حبيت الناي من كثر ما أشوف الفرق الموجودة. طبعا كل واحد ينشد حق آلة معينة أو شغلة، وغير هذا دخولي للروضة كنت أحب الموسيقى، شاركت الابتدائي هم شاركت فرق موسيقية. حبيت الناي بطريقة غريبة، شو اللي شدني على الناي ما أدري، كنت أسمع صوته بإذني يعني مختلف عن باقي الآلات الثانية، كأنه مفلتر، كأني تركيزي دائما يكون على عازف الناي. بداية كان ودي أن يكون عندي آلة ناي، بس طبعا ذاك الوقت مو متوفر. بال75-76 واحد من أخواني كان بيدش معهد الموسيقى، فساعد أخوي الكبير أنه يصنع له آلة ناي، فأنا كنت أدش عليهم وهم قاعد يشتغلون بالآلة يسوونها. بداية طبعا هذا البايب كان دخول البايبات البلاستيك بالكهرباء بالكويت. حبيت أعرف شنو اللي قاعد يسوونه، طفل ومحاول، فكانوا يطردوني طبعا وهذا لين سووا الآلة طبعا بطريقة بدائية جدا. يعني حاولت أني أشوفهم بالضبط وين راح يوصلون، فجرب أخوي أن يعزف على الناي وهذا نفخ، بس ما توفق فيه يعني وايد. هني ما نجحت خطتهم، قطوا الناي. حاولت اني اخذ الناي، دائما ما يبوني اني يعني مثل ما اقول اشوفهم بالضبط او اكمل المشوار اللي هم سووه، زفوني وهذا وراحوا. عقب فتره شي الظهر خذيت الناي ورحت غسلته ونظفته وحاولت اني انفخ فيه لين طلعت وياي النغمات، يعني صوت الناي، يعني احاول اني اطلع النغمه الصحيحه. وهذه بدايه يعني بدايتي تقريبا. طبعا الناي يعني من الالات النفخيه او من العائله النفخيه. الناي العربي يتكون من تقريبا 6 عقل الى 7 عقل، اللي هي العقله نفسها اللي هي من خشب البوص. طبعا هذا الغاب يعني ينوجد تقريبا بمصر او الشام او تركيا. فالآلة بحد ذاتها مكملة حق بعض، لما تكون 6 عقل مكملة حق جميع المقامات الموجودة بالموسيقى، وتختلف على الطبقات مالتها. يعني في طبقات نسائية، في طبقات رجالية،
في طبقات رجالية تغني بطبقات نسائية، فتختلف من 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 أقلة لأقلة. يعني مثل عندك اللي بالصول غير يبتدي، أو بالري غير، وطبعا لها مسميات تبتدي من هاي الدول الكبير للكردان اللي هو السي، وانت رايح هي عائلة. فلازم تكون عندك جنطة احترافية أساس تقدر تتنقل بين المقامات أو الموسيقى، وتماشي نفس الألحان اللي تعزفها. يعني الناي ممكن صعب وممكن سهل. صعب اللي بيتعلمها بطريقة وشاد وما ياخذ التعليمات الصحيحة. يعني بداية في ناس من الله، يعني أنا خذيتها كهواية وبداية، ما حد علمني الناي. لكن إذا أنت بتتعلم نفخ أو دراسة أكاديمية، طبعاً في اختلاف، بس أساس الموضوع لازم في موهبة، في حب للآلة. الناي طبعاً له قواعد مثل باقي قواعد الآلات، لازم الزاوية تكون 45، النفخ على ثلث الشفة، الأصابع تكون مسكرة، النفخ بصورة مو بقوة البور، النفخ الهواء. وإذا طلع وياك الصوت يعني على حسب مهارتك أنت، تقبلت الآلة وتقبلتك الآلة وخذيت عليها وعرفت أنك تقدر تطلع الصوت ما تتضايق. في ناس تدوخ ما تقدر تكمل، في ناس لا والله الحمد لله وتمشي وياهم. فمهم جدا أنك أنت أول شيء أنك تحب الآلة، هذا أهم شيء.
هي مراحل بسمع الإنسان تكون عنده مكتبة داخل ذهنه. أنت ممكن تسمع غربي، ممكن تسمع شرقي، ممكن تسمع خليجي، ممكن تسمع تركي، ممكن تسمع هندي، ممكن تسمع حضرمي عدني، يعني إني حق التطبيق. طبعا إذا توفر مطرب يغني مثلا عدني، أنت تكون متأثر أساسا ومارس حق طبيعة الأغاني هذه، راح تتأثر وتطلع من المكتبة أساسا شو اللي موجود عندك. نرد على السولو أو العزف الارتجالي داخل الأغنية نفسها أو كبداية أو منتصف الأغنية، أنك أنت تبرز آلتك فيها، يعني تضطر أنك تأخذ من المكتبة الأذن وتبرمجها أساسا أو تعزفها وتطلعها بصورة حلوة ما تشط عن أساس الهنك والمعزوفة نفسها أو الأغنية نفسها، سواء كانت أغنية عدنية أو خليجية أو شرقية، وتواكب وانت تاخذ اساسا مثل ما قلت لك من ذهنك، تكون بصوره صريحه وصحيحه، يعني تحاول انك انت تكون باحسن صوره واحسن ترجمه للمعزوفه اللي انت قاعد تعزفها بالاغنيه نفسها. اي انا طبعا انتمي حق عده مدارس، بس الاساس أنا تمرست بالعزف على الناي وحبيت الأسلوب العزف اليمني، فالمدرسة هذه أنا وايد استفدت منها وأثرت فيني بمشواري، يعني سواء كان كمطربين كنت أسمع حق محمد جمعة خان وما زلت، كنت أسمع وعاصرت المرحوم سعيد عبد الله اللي هو العازف الكمان الأول كان بفرقة محمد جمعة خان، وهذه فرصة وايد كانت جميلة أني أنا كنت أسمع له بالطفولة وعزفت وياه وأنا كبير، استفدت منه وايد، فهذه للحين تركت لي بصمة خاصة بالهنك اليميني الخاص فيهم. آلتي أساساً شرقية بحتة، الآلة أو الأقلة اللي يستخدمونها باليمن مختلفة، هي قريبة جداً على الناي الهندي، يسمونها طبعاً باليمن الأقلة هذه يسمونها المدروف. المدروف هي آلة أساساً شبيهة جداً بالناي الهندي، فتعطيهم المقامات الواضحة على حسب المدرسة اليمينية وأغاني محمد جمعة. آلتي الناي الشرقي اللي هو الأقل الشرقية المصرية، طبعا مقاماتها يعني عريضة وتقدر تختار اللي تبي، بس أنك أنت توصل حق الهنك اليمي هذه فيها صعوبة حق بعض عازفين. الحمد لله أنا من الأشياء اللي تميزت فيها، وهذا كلام الناس طبعا، اني انا كنت اعزف الهنك اليميني بالآلة هذه نفسها الشرقية. اللي فادني بهالشيء اني انا كنت اصنع ناي قبل يعني اوصل حق النايات الاصلية اللي هي العقل الشرقية، كنت اصنع الناي من بايبات عادية يعني او وسيلة يعني جدا بسيطة عشان أوصل حق النغمات هذه، فكنت أصلح أنا بالنفخ والعزف الهنك اللي أنا أسمعه بالغاني اللي أسمع حق محمد جمعة خان.
الناي أو القصبة مثل ما يسمونها، آلة شرقية نفخية يستخدمونها بالتخت الموسيقي الشرقي، وهي من الآلات الأساسية بالموسيقى العربية. يرجع تاريخ هذه الآلة لأكثر من 4500 سنة، وبكذي الناي صار أول آلة نفخية عرفها تاريخ الموسيقى. التميز آلة الناي بشيء وايد مهم، وهو البساطة، بحيث أنها هي مجرد قصبة يتراوح طولها ما بين 45 سنتيمتر. تقريبا في 6 فتحات. الناي العربي أو الشرقي في 7 فتحات، العقل واحدة، أحجام العقل يعني اللي هي تصير 9، الخزنة نفسها اللي هي مكان بيت الموسيقى اللي تطلع فيه الصوت. أسلوب العزف الفارسي مختلف جدا، يحطون الناي على الضرس بين الشفة وينفخون، الصوت مختلف يعطيك صوت هواء أكثر. الناي الشرقي يعطيك صوت صريح أكثر. مساحاتها الموسيقية بالهندي يفرق. الناي الهندي الفتحات والمقامات مالته ما تميل حق الشرقية البحتة، فيها نواقص تقريبا، بس تخدم الموسيقى الهندية بصورة ممتازة، لكن ما تخدم الموسيقى الشرقية بصورة ممتازة. لكن الناي العربي لا، ممكن يخدم الجهتين، فممكن تعزف انت بالناي العربي الموسيقات اللي انت حابها، وممكن تعزفها حتى بالهندي بالناي الشرقي، فتوصل حق انت المرحلة اللي انت اساسا تبيها. طبعا الناي آلة يعني خشبية تزرع من الله، طبعا زراعتها حكم من الله تطلع بمصر أو بتركيا أو بسوريا، يمن المستنقعات المائية، ارتفاعاتها شاهقة تقريبا 6 متر أكثر. القصبة الوحدة أو العقلة ممكن تصنع منها كذا 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 ناي. طبعا الناي له قياسات معينة محدودة. العقلة الوحدة فيها 9 فواصل، 9 عقل، سواء عقلة صغيرة أو كبيرة كلهم فيهم 9. يفرغ كامل ما غير الأول عقلة، يعني يسوي لها ثقب بس معين، لكن باقي الناي يفرغ كامل. هذه العقلة الأولى يسمونها الخزنة أو بيت الموسيقى نفسها، اللي من أساسها تطلع الأصوات الناي. وطبعا الفتحات الموجودة بالعقلة هي تتحكم بنغمات الناي ومغاماتها، وكل عازف طبعا على حسب مهارته وحسب خبرته أو دراسته يتحكم بين النفخ والأزف بالفتحات على المقام الأغنية نفسها، أو ارتجال الصول الخاص فيه يعني. الناي طبعا صارت فيه وايد دراسات عليه، يعني انه يطورونه ويستخدمون فيه وسائل حديثة، بعض نغمات اللي تكون ناقصة اللي يضطر كعازف انه بحيلة معينة او باسلوب معين انه يطلع النغمة هذه، ممكن تكون ضعيفة فيحتاج انه يسوي لها تطوير او شيء، فساهموا من ضمن الناس الله يرحمه الأستاذ علي الحفني في تطوير الناي، استعان ببعض المفاتيح الخاصة بالآلة الكلارنيت. من ضمن الناس طبعا اللي طوروا بالناي عدة، يعني مثل بتركيا، بمصر وغيره، لكن الأساس واحد، هي الآلة أساسها واحد اللي هي العقلة البوص القديمة.
أنا أتمنى كل إنسان يحب أي آلة تشده، ترى الآلة تختارك بعد، يعني كمان إيقاع، ناي، عود، غنى، أنه يعني يكون أمين أنه يوصل اللي تعلمه. لازم يكون عندك شغف وهواية وحب حق الآلة عشان تعطيها وتعطيك. طبعاً ماكو شيءك من السهل، لازم في تعب، لازم في تمارين، لازم في صبر، وأتمنى للجميع يعني التوفيق إن شاء الله يا رب.